طاس 17 مليون ويانا مدري من مين ويا خيي واسرائيل عم تعطيه كمان ها ابدا كمان اعترف فيها احمد حسون اعترف فيها احمد حسون وعمل بلاد الشام خمس دول صار بده يمسكوها ظهرنا لا يا خيي لا ظهرنا ولا جبار ولا عرفنا اسرائيل ونحن قلنا اسرائيل عدو ان عدو العرب عدونا نحن قلنا عرب سوريين عرب انسانيين فاما بفضل الله تعالى وفضل مشيخنا بفلسطين ايوه فضل طبعا مشيخنا الاطهار الاعيان سيدنا الشيخ يوسف صالح القضماني رضي الله عنه شيخنا الشيخ ابو زين الدين بالجولان رضي الله عنه حضرته مشيخنا الافاضل الاطهار جميع وشبابنا الزماني والروحاني بفلسطين فضل الشيخ وحسن وموفق طريف الشيخ بارك الله فيه على فلان نحن نوافق عم تلحق بالمواقف الشيخ محمد ابو شكر الله يرحمه فضل لا ان شاء الله امور على خاطركم ايوه بس انا شيء من فضل مش انا ما في عندي شيء مخبر بدي انا الشيء على العلن ما في شيء مش ما حداش يقول يا خيي ويرى هذيك وين راحت ويرى هذيك وين رجعت وانا لقيت ما بصير شيء شكلها لجنه بخاطر شيخنا الشيخ وعدنا الرجال ساعه مباركه وبكون اللجنه بيشرف عليها العقيد طالب مثله بدي ليره وين راحت بدي اعرف لانه هذا مش حقي انا حرمت اني اخذ ليره من كل شيء بيجي فلسطين عيب عيب حاشا كرم الله تعالى مثل ما اخذناش وليت المازوت وقت مازوت المزرعه نعم حرمنا ما ناخذ الشيء اما هذا مال وقف هذا مال وقف ما حدا بيطالبني بشيء بدنا نشتغل ضمن رضا الله تعالى وضمن كرامه الجبل ما بيهمني التسليح الافرادي عقدنا بيهمني التسليح العام فهذا المال جاي للتصنيع هم شريوتهم مشيخنا غاد مفوضين اما من جهه الفقير نسلح فيه هذا المال لنشتري قمح ونشتري ادويه هذا مطلوب بده يصير في دوله منظمه بده يصير في ايصالات دخول وخروج المال على شو صرف بيد مين يعني بده يصير شيء نظامي وعلى العلن على العلن ما في شيء مخبى نعم وصلنا مبلغ حاليا بسيط مقابل شو تجربة كتجربة من شيخنا الله مدلنا مهنته إن شاء الله وشكلنا لجنة بس بدنا نتوفق ببقية المال لكون تجربة هذه بعدها بصير ساعة اللجنة بيبدأ شغلة وبينطلق العمل فإن شاء الله ساعتها بشوف كيف التصليح حيو شو همة الله همة الله وسيدي سلمان وشو كيف التصليح وشو كيف القمح بده يتنظم وشو بما يخص التهريب كثير عم يطلبوني بالتهريب بس أهلها بتجتمع وتقول يا فلان نحن عم بصير في تهريب مازوت وبنزين وكل شيء مواد غذائيه ولا تطلب لنا هالشيء هذا لا عيب عليكم حيو الله حيو قدرة الله ساعتها بصير لانه لحد الان في فلتي بعدنا ما عم نتدخل بس اذا اهلنا طالبونا مشان ما نكون رابيين يا خيي داعش الدروز ساعتها لكل حدا حديث بيجي دورنا وتشوفوا كيف التنظيم وشوفوا كيف الانضباط والتنسيق اهلا وسهلا الله يا مرحبا